أعزائي الطلبة والطالبات ثانوية عامة، طبعا بنبدأ موسم جديد. الموسم بتاعنا دوت إن شاء الله هنكون موفقين جدا، لأن النظام الجديد هيستغل كل قدراتكم. النظام الجديد حول الطالب من متلقي سلبي إلى باحث، وانقلب التعليم إلى تعلم. أنا خليك تكتشف نفسك مرة تانية، تعرف إيه قدراتك، تعرف ايه اللي انت محتاجه. طبعا احنا دلوقتي بنتساءل ازاي هنشتغل طول السنة. طبعا هنشتغل بطريقه جديده يمكن ما حدش شافها قبل كده في الفلسفه او في علم النفس. احنا بنعرض فيديو صغير مش هيزيد عن دقيقتين ثلاثه. الفيديو دوت هيبقى عباره عن حاجه كرتون بتعرض فكره. مثلا انا في علم النفس بتكلم عن الذكاء مثلا الرياضي، فبجيب فيديو صغير عن الذكاء الرياضي. في الفلسفه مثلا بتكلم عن ثبات البيئه، بجيب فيديو صغير. الفيديو دوت بيحكي عن الطبيعة، ايه اللي بيحصل، الات اللي عملها الانسان في الطبيعة. طبعا المنصة بتاعة بريفاتو ومركز أو سنتر ألفا بيدعمونا دعم جامد جدا إن إحنا نبدع معاكم ونوصلكم للتفوق اللي أنتوا عايزينه، وربنا يوفقكم بإذن الله، وإن شاء الله هيطلع منكم الأوائل ويطلع منكم ناس تحقق كل اللي هي عايزاه، وربنا يوفقكم سوا.